هذا الرجل يدعى كين ستونز وهو فايكينج حقيقي. مقاطعه تحصل على ملايين المشاهدات على تيك توك وإنستغرام. هو رجل من النرويج ببنية قوية ويقوم بالعديد من النشاطات في الطقس المثلج ويقوم بالقفز من أماكن عالية وخطرة، وفي كثير من الأحيان يقوم بذلك وهو يمسك فأس في يده. هل لديكم الجرأة على القفز مثل كين ستونز؟ Oh,